السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة مع Call of Duty World at War، اللي تعتبر حتى الآن يعني ولسوء الحظ أسوأ لعبة Call of Duty حتى الآن أنا لعبتها. مش عارف بقى Modern Warfare اللي بعدها هتبقى شكلها عامل ازاي، ولكن أنا هبقى عايز أفصل تماما من Call of Duty بسبب اللعبة دي بصراحة يعني لمدة فترة كده. ولكن دي الحلقة الأخيرة، دي الحلقة الأخيرة من اللعبة دي ومن الكامبين الحلوة جوه اللعبة دي، وهي الكامبين الروسية. فخلينا نبدأ الجيم بتاعتنا اللي كالعادة هتكون بعد الانترو. مذكرات فيها كل المهمات اللي احنا لعبناها، لكن مين بقى اللي هيكتب المهمة الأخيرة؟ دخلنا لبرلين، مرورنا بكل اللي فات ده كله. خلاص ما فاضلش عندنا غير مبنى واحد. When he first spoke of Dmitry, Reznov told tales of a hero, someone we should all aspire to be like. أنا. His merciless brutality defines him only as a savage. بيتكلم علي أنا. Just like the rest of the Red Army. Yes, man. He is no hero. أنا. ديمتري اللي بيتكلم عليه. For the final push to victory. Today we crush what remains of their fascist right. As heroes, we will return to Russia's embrace. Our land, our people, our blood. Final commitment. يعني ما اللي فات ده كله كان ايه؟ شكله هيكون فاينل فعلا. ايه السلاح على الارض ده؟ عمكم ديمتري بيعاني هنا يا ولاد. حلو ده. طب احنا ايه اللي جابنا هنا رزنو؟ هي دي الأونت يا رجالة. هو
يا جماعة على كمية البشر اللي ميتين. انا على قد ما اللعبة ممتعة على قد ما بحزن، يعني والله العظيم بحزن ان ده بيحصل والله بجد. مفكروش يعني ان الواحد قلبه ميت للدرجة دي يعني. ومش قلبه ميت بقى ان انا ما بخافش او مش عارف ايه، لا عادي يعني. بس لو الواحد قلبه ميت يعني ايه يعني ما بيتأثرش؟ لا لسه بنتأثر الحمد لله. ايه ده؟ المفروض بقى ايه؟ ما ضيعش ولا طلق. طب مفيش سنايبراية غير دي؟ ايوه كده. يعني والله هو حتى الآن الوضع حلو. يا لهوي يا جدعان كتير قوي.
احنا المفروض ننزل. طب يلا، هم واقفين مستنيني وانا عمال اضرب اصلا على الناس. بس هلع فيا يلا. دايو يو اول داي. عذرا على هذه المشاهد يا جماعة. انهي دورز؟ انهي دورز دي كده؟ الابواب دي يلا 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 خلينا نضربنا. يلا عم ريز نوف، اضرب نار عليه. الجنابل قامت معاهم بالواجب. قنبلة قنبلة، ما انا كنت بعيد عنها، انا ايه اللي خلاني اقرب منها؟ قنبلة. يلا بينا. ما طبعا اخر مهمة لازم تكون مهمة صعبة. يلا تاني.
جاي لكم بزحف يا ايز They thought they can defend Who? فين العالم؟ يلا بينا يلوي. طب انت بتموت، طب انت بتموت، استفدت ايه يا ولد؟ يا ولد يا ريزنوف، يا ولد يا ريزنوف، اوعى اوعى كاتسين. I can make it. You always survive. I always survive. يلا. لا. ايوه بالظبط كده. The owner should be mine. Yes, we made it at the Soviet Union. We as long as you live. Made it. The heart of this army can never be broken. As long as you live. As heroes, we will return to Russia's embrace. خلاص خلصت. نووي نووي على اليابان بقى علشان نخلص الموضوع. Better world. طب هو ما كانش ينفع يبقى بيتر وورلد الا لو احنا انتصرنا؟ ما كان ممكن يبقى بيتر وورلد لو خلاص قفلنا الموضوع على كده. لا السلي كان لازم يموت اكتر من 60 مليون بني ادم عادي يعني. 60 مليون بني ادم اكتر من كده طبعا. It was the most destructive and deadly conflict in human history. اكتر حرب مدمرة في التاريخ الانساني، واسوأ لعبة كول اوف ديوتي لعبتها لحد دلوقتي. كول اوف ديوتي وورلد ات وور لعبة سيئة. ليه سيئة؟ علشان اكتر من حاجة. مبدئيا اللعبة تفتقر لكتير جدا من الحاجات اللي كانت موجودة في الالعاب اللي فاتت. تفتقر ليه؟ هي الهوية بتاعتها موجودة، هوية كول اوف ديوتي موجودة، ولكن الحاجات اللي انا بتكلم عليها بتكلم على
التطور. يعني كول اوف ديوتي دايما من ساعه ما بدات حتى في كول اوف ديوتي 1 كانت متطوره عن الالعاب اللي كانت موجوده وقتها من ميدل اوف اونر والحاجات دي كلها. وشفنا ازاي ان هي اتطورت مع مودرن وورفير اللي لعبناها المره اللي فاتت، كانت متطوره جدا وكويسه جدا وتكاد تضاهي الالعاب اللي نزلت بعدها بسنين في 2010 وهكذا. ولكن ده ما حصلش في اللعبه دي. اللعبه حسيت ان هي زي ما رجعت لورا في الفتره الزمنيه، رجعت لورا كمان في التكنولوجي. فمش عارف يعني الاي اي بتاع الفيلنز كان وحش قوي، او الالايز يعني كان الايز ايه اللي انا بقوله. المهم يعني ان هما ردود افعالهم كانت وحشه قوي، كنت على الرغم من ان كان في تركيز على وضع استراتيجيات كل بلد ان هو يكون مختلف عن التاني في الحرب وكده، الا ان الناس نفسهم يعني الشخصيات نفسهم اللي انت كنت بتلعبهم كان الريفلكس بتاعهم وحش. يعني انت كان ممكن تمشي جنب واحد وهو بيضرب واحد جنبك ومش مركز معاك خالص ولا كانك موجود، وده ما كانش موجود في مودرن وورفير اللي الناس فيهم كانوا بيتحركوا بشكل اذكى يعني بشكل كبير قوي. انا حاسس ان انا عايز اريح من كول اوف ديوتي فتره، مش عارف هبدا اجرب كام حاجه غريبه كده. يعني الحلقات اللي جايه هتلاقوها حاجات غريبه كده، حلقات تجارب يعني لحاجات يمكن قديمه يمكن جديده يمكن مش عارف ايه. ف يعني المهم من ده كله انك تكون مشترك في القناه ومفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات اللي جايه اول ما تنزل، وعشان تكون من اوائل الناس اللي تتفرج على الحلقات. تاكد انك عامل لايك، مشترك في القناه ومفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات اللي جايه اول باول. وشكرا ليك على متابعتك لرحلتنا في Call of Duty World at War. السلام عليكم.